ايوه هي دي حاجه مدام ندى الله يرحمها. كده التهمه لابساك وش عفيفي. انا ما عملتش حاجه سيادتك. يا راجل لقينا ذهبها معاك ومخبيه عند صاحبك وبصماتك عليه وتقولي ما عملتش حاجه. ندى هاني كانت ست كمل وخرق علينا ومغرقنا، حتى سال بنت سلوى. انا عمري ما طلبت منها حاجه وبخلت عليها واخرتها. دي اخر مره بعت لي 5000 جنيه تمن الحقنه بتاعت امي. طب ده كلام باخرتها تحاول تسرقها وتتهجم عليها، ولما تحاول تمنعك تضربها بقلة حد على دماغها بعزم ما فيك لدرجه انها تقع من شباك اوضتها. ايه يا اخي باخره العطف والاحسان الاكل والغدر. انا ما قتلتهاش ولا تهجمت عليها، والله العظيم ربنا عالم. الواحد ممكن يطمع عينيه تزوغ، انما اقتل ما اقدرش. ايه عايز تقنعني انك دخلت سرقتها بعد ما وقعت من شباك اوضتها؟ انا ما كنتش لوحدي. مين كان معاك؟ سلوى؟ سلوى ايه؟ لا ما حصلش. ايوه ايه انت كمان؟ انت مجنون؟ امال انا عرفت رقم الخزنه منين؟ وانا ايش عرفت؟ انت عرفتها منين؟ انت عايز تلبسها لي وخلاص؟ انت اللي قايلهولي. انا مش كدابه، انت اللي كدابه. بعدين يا ابني توهية. بقول لك ايه يا عفيفي؟ حتى لو هي اللي اديتهولك ده مش معناه ان هي شريكتك. طب بقول لك على الكبيره بقى، حتى لو شريكتك فهي اللي جت في الاخر بلغت عنك وشهدت ضدك، يعني هتخرج منها براءه. كده كده انت شايل السريقه لوحدك يا حلو، فاحسن لك بقى تنجز وتاثر معايا في الكلام عشان انا ما بحبش تضييع الوقت. عسكري استنيني بره. ها يا ابني هتتكلم ولا هتعمل ايه؟ هتكلم. طب انت. انا ساعتها كنت في كشك الامن سيادتك، قمت اجري اشوف فيه ايه. الشيطان كان شاطر، قال لي الفرصه جات لحد عندك يا عفيفي. حد يكلم الاسعاف؟ محدش شافني انا طالع الاوضه. ولا من شاف ولا من دري. انا هشيل شيلتي سيادتك، ماليش دعوه بشيله غيري. انا سرقت لكن ما قتلتش.